النادي الاهلي هيتاثر كثيرا بغياب الشناوي. اكيد طبعا اكيد، لان الشناوي دايما كنا بنقول حارس المرمى هو نص الفريق. لما يبقى عندك حارس بقيمة محمد الشناوي غير متواجد، انت بتقلل من عزيمة الفريق، دي حاجة، وهتطمع الفرقة التانية فيك، لان انت لسه الراجل اذا كان علي لطفي او مصطفى شوبير لسه هيبتدوا يشاركوا. طبعا علي لطفي اللي هيبقى موجود هيخش الراجل، فلسه اول مبارياته، فهتلاقي فيه هزه، ده طبيعي، وممكن هتلاقي فيه اخطاء، ده طبيعي. انا برضو عايزين نشيل الضغط شويه من على علي، لان طبيعي ايوه، هيحصل. بس مفيش جمهور الاهلي مش هيتحمل الكلام اللي انت بتقوله ده. ما هو لازم نفهم لعيب الكوره لازم يمر عليه مراحل احتكاك، ولازم ياخد ماتشات، بالذات حارس المرمى. مهيب حارس المرمى طول ما هو بعيد عن المشاركه بتبقى مشكله كبيره بالنسبه له. حارس المرمى لازم ياخد مشاركات عشان مستواه يعلى، طول ما هو بعيد هو مستواه بيبقى قليل. لكن ان شاء الله علي لطفي انا اعتقد ان هو هيقدم مباراه جيده يعني.